اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله تعلم احتراف الرياضيات. دي الحلقه الرابعه، هنكمل في علم الجبر، خليكم معانا. والنهارده دي الحلقه الثانيه من علم الجبر. لو عندنا a على b بتساوي c على d، ممكن اضرب طرفين في وسطين تبقى a في d بتساوي c في b. ممكن من هنا لو ال a مجهوله يبقى اقول b c على d هتساوي a. لو كان عندي ال b مجهوله ممكن اقول a في d على c هتساوي b. ونفس العلاقه اللي فوق، ممكن اقول هنا a على c هتساوي b على d، هي دي. ممكن اقول d على b بتساوي c على a. ممكن اقلب دي اقول d على c بتساوي b على a، هي العلاقة دي. نفس العلاقة اللي فوق متحققة هنا عندي، ممكن أقول A زائد B على B بتساوي C زائد D على D. لو خليتها طرح يديك العلاقة اللي بالطرح، تبقى هنا ناقص هنا ناقص. وكمان نفس العلاقة اللي فوق متحققة هنا، لو قلت A زائد B و A ناقص B هتساوي أخد ال C أجمع عليها ال D وأخد ال C في المقام أطرح منها ال D. يعني ال A البسط لو جمعت عليها ال B والمقام قلت A ناقص B يبقى البسط C زائد D على C ناقص D. العلاقة التانية ممكن أقول A زائد B على A هتساوي C زائد D على C. خلي بالك لو عملت جمع يبقى هنا جمع، لو عملت طرح يبقى هنا طرح. العلاقة التالتة وهي مقلوب العلاقة اللي هنا دي، ممكن أقول A في البسط على A زائد B بتساوي C في البسط على C زائد D، هي العلاقة اللي هنا دي. كله بيتحقق في حالة إن العلاقة دي متحققة. ممكن كمان أقول المقام هنا B في البسط هتبقى B على A زائد B بتساوي D على C زائد D. لو كان زائد هتخليها زائد في الاثنين، لو كان ناقص هنا هتخليها ناقص في الاثنين. الانكواليتيز عندي اللي هي العلاقات اللي فيها عدم مساواة، اللي فيها أقل وأكبر والحاجات دي. لما يبقى عندي A أقل أو تساوي B، يعني دايما B أكبر أو تساوي A. لو ضربت العلاقة دي في سالب هنا وسالب هنا العلامة بتتغير، بدل ما هي أكبر تبقى أقل. يبقى أقول كده A أقل أو تساوي B، يبقى منها لما اضرب في السالب تبقى سالب A اكبر او تساوي سالب B. لو عندي B اكبر او تساوي A، ينفع اجمع او اطرح نفس العدد من الناحيتين. يعني ممكن اقول A بلس C اقل او يساوي B بلس C. لو طرحت تبقى ناقص C تبقى هنا ناقص C، ونفس العلامة متغيرتش. لو عندي B دايما اكبر او يساوي A والC عدد موجب، يبقى ممكن اضرب هنا في الC واضرب هنا في الC مع الاحتفاظ بمين؟ بنفس اتجاه العلامة. وممكن اقسم هنا على سي وهنا على سي مع الاحتفاظ بنفس العلامة، بس في الحالة دي لازم تبقى سي موجب. اما لو كانت سي سالبة فان اضرب هنا في سي سالب وسي سالب يعني قيمتها سالبة، فده بيغير العلامة عندي. ولو قسمت هنا على سي وهنا قسمت هنا على سي العلامة برضو بتتغير. لو عندي بي اكبر او تساوي ايه والاتنين موجبين، يبقى العلاقة دي هتتحقق. واحد على ايه اكبر او تساوي واحد على بي اكبر من زيرو. حط البي باتنين والاي بواحد، يبقى فعلا واحد على واحد بواحد اكبر او يساوي واحد على اتنين اللي هو نص، يبقى دايما الواحد اكبر او يساوي نص، الاتنين اكبر من الزيرو. عندي لو الـ A اكبر او يساوي الـ A، لو عندي الـ B اكبر او يساوي الـ A، وفي نفس التوقيت الاتنين بالسالب، يعني حط الـ B دي مثلا بسالب واحد والـ A بسالب اتنين، فعلا السالب واحد اكبر او يساوي سالب اتنين، الـ B قلنا بسالب واحد، فالعلاقة دي بتتحقق. واحد على سالب واحد ودي واحد على سالب اتنين، طبعا معروف ان السالب نص اكبر من السالب واحد والاثنين سالبين. لو عندي هنا البي اكبر من الزيرو والاي اقل من الزيرو، يعني الاي داي يعني البي دايما موجبه والاي سلب، فبالتالي العلاقه دي بتتحقق. واحد على ايه اقل من الزيرو اقل من واحد على بي. لو عندي البي دايما اكبر او تساوي ايه، يبقى ارفع لاس ان، يبقى ايه اس ان دايما اقل او يساوي بي اس ان. في نفس الوقت نفس العلاقه لو رفعتها اس سالب ان العلامه تتغير، تبقى ايه هنا ايه اكبر بدل اقل. هنا نفس العلامه، لو خدت لنا الطرفين برضو نفس الاتجاه بتاع مين العلم. خلي بالك ان A و B دايما اكبر من الزيرو والN دايما قيمة صحيحة موجبة، فده الكلام ده هتحقق في حالة الشرط ده. A أس X دايما اكبر او تساوي 1 زائد X، وده طبعا من مفكوك مين تيلور او ماكلورين لكسرات الحدود، فدايما ان A أس X اكبر او تساوي 1 زائد X. X أس X دايما اكبر او تساوي 1 على E أس 1 على E، دايما X تبقى موجبة. X أس X أس X دايما اكبر او تساوي X، الكلام ده في حالة ان X اكبر او تساوي 1. لو عندي A أس A زائد B أس B، خلي بالك A و B اعداد موجبة، قالك دايما ان العلاقة دي اكبر او تساوي ال A أس B زائد ال B أس A، هو بدل الأسس هنا، بقت A خدت الأس التاني زائد البي خدت الاس الاول. خلي بالك ايه اس ايه يعني 2 اس 2 زائد 3 اس 3، هنا في تشابه بين الاساس والاس، ايه وبي دايما موجبين. 1 زائد ايه اس ار اكبر اتساوي 1 زائد ار ايه، طبعا ده من مفكوك كسرات الحدود وهو خد مين حدين بس،
يبقى اقول ايه العلاقه دي تبقى اكبر او تساوي. دايما الار تبقى اكبر او تساوي 0 طبعا، والاي اكبر من سالب 1. خلي بالك اكبر من سالب 1 يعني السالب 1 مش معاك. ولو قلنا a زائد b على 2 دايما اكبر او تساوي جذر ab. ممكن مين تربع الطرفين هنا وتربع الطرفين هنا، يعني تربع هنا وتربع هنا، هتبقى عشان العلاقه تتخلص من الجذر اللي عندك. قالك العلاقه دي تتحول ليساوي، هنا هشيل اكبر او يساوي احط يساوي في حاله ان الاي بتساوي بي. قالك عندي مجموعه من العناصر من اي 1 لاي ان مقسومين على عددهم اللي هو ان. قالك دايما اكبر او يساوي جذر حاصل ضرب العناصر دي في بعض، وهتلاقيها الجذر النوني اللي هو ان. قالك العلاقه دي الاكبر او تساوي تتحول يساوي في حاله ان كل الارقام متساويه. كمان معانا لو عندي قوسين بضربهم في بعض بحيث ان ده A تربيع زائد B تربيع، ده C تربيع زائد D تربيع. دايما قالك اكبر او تساوي افتح قوس الكل تربيع، هاخد جذر الاول في جذر الاول هنا زائد جذر الثاني هنا في جذر الثاني هنا، هتبقى A في C زائد B في D. العلاقه دي بدل ما هي اكبر تتحول يساوي في حاله ان ال A على C بتساوي B على D، لازم النسبه دي تتحقق عشان احط يساوي هنا. ده في حاله مين؟ عنصرين بس هنا في كل قوس او رقمين بس. طب لو عندي عدد كبير هنا في القوس الاول وعدد كبير في القوس الثاني، قال لك اكبر او يساوي خد جذر الاول في جذر الثاني زائد سوري جذر الاول من هنا في جذر الاول من هنا زائد جذر الثاني من هنا في جذر الثاني من هنا، وهكذا لغايه الحد الاخير، جذر الاخير في جذر الاخير، لان هم متربعين، ده متربع وده متربع، الكل تربيع. العلاقه دي بدل ما هي اكبر او تساوي تحول يساوي في حاله ان النسبه، خلي بالك هنا قلنا الاي على سي يعني الاول على الاول، الاول الثاني هنا على الثاني هنا، يبقى العلاقه دي تتحول ليساوي في حاله ان الاول هنا على الاول هنا بيساوي الثاني هنا على الثاني هنا، وهكذا لغايه الاخير هنا على الاخير هنا. خلي بالك الاخير بتجيب له الجذر، يعني بتجيب الجذور في العلاقه دي. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبتكم، لو عندكم استفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.